سلام غزاله ديولي، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه ديال قريشلات او مملحات اللي كيجيو مالحين وحارين، كيجيو صراحه رائعين. ما نعاودش لكم، انا غادي نوريكم الطريقه وغادي نوريكم حتى كيفاش غادي نزينهم ان شاء الله، وشكيلات اللي غادي ندير بلا مرشم بلا والو، وعجينه اللي سهله، وحتى المقادير راه كنحتاجو غير شويه شويه من الحاجه، غير واحد 5 دراهم ولا 10 دراهم من الحاجه راه كافيه. المهم غزالاتي، انا غادي نوريكم المكونات وندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات، بالنسبه للعجين غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده مارغارين، غادي نحتاجو كاس ديال الماء، كاس عنبه غير الماء ديال الروبيني، كاس عنبه ديال الزيت، زيت المائده، كاس عنبه ديال الحليب يكون غير بارد غير عادي، ما يكونش بلا ما تدفيوه ما والو، معلقه كبيره ديال ياغورت طبيعي، شويه البزار والتحميره، معلقه كبيره ديال المطرد، معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نحتاجو الدقيق تقريبا واحد الكيلو حتى الكيلو ونصف. المهم غادي نشوفو على حساب العجين ديالنا كيفاش شحال غادي يقدو ديال الدقيق. الا كان الدقيق تيشرب راه كان كتكون الكميه اكثر، كان الدقيق ما كيشربش كتكون قل. المهم انا في الاخر ديال الفيديو غادي نخلي لكم في صندوق الوصف المكونات كاملين، غادي نكتبهم لكم. هنايا عندي 5 ديال الفرماجات مثلثات، ممكن ديروا مربعات الا متوفرين. صافي، العجينه هادشي اللي غادي نحتاجو ليه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، وكل واحد يزين على حسب المتوفر عنده بلا ما يشقي راسو. المهم انا غادي نوريكم كل حاجه شويه شويه. عندي هنايا شويه ديال البودور الشيه، عندي البافو، عندي الزرارع كتشوفوا جوج انواع، عندي الزعتر، وعندي اللوز كونكاسي، وعندي عندي الزنجلان عفوا الزنجلان مشات ليا سميتها. صافي غزالاتي، هادشي اللي غادي نحتاجو، غادي نبداو على بركة الله. أول حاجة بسم الله غادي نديرو الزبدة، الزبدة من الأحسن تكون على درجة حرارة المطبخ باش تسهل علينا الخدمة. غادي نحيد منها واحد شوية حتى نشوف القياس ديالي، غادي نقسمها. لا انا راه عندي دايبه ما كانش في الثلاجه، من الاحسن ما ديروهاش في الثلاجه باش تجيكم ساهله. غادي ندير عليها الفرماج، غادي ندير 5 ديال الفرماج مثلث، غادي ندير معلقة كبيرة ديال الياورت طبيعي حتى المعلقة ونص، غادي ندير المطرد معلقة كبيرة، غادي ندير الهريسة، الملحة، وغادي ندير ملعقة صغيرة ما عمراش ديال البزار، وغادي ندير ملعقة صغيرة ممتلئة ديال التحميرة باش تعطينا داك اللوين في العجين ديالنا. غادي نحاول بسم الله نخدم هاد المكونات بيديا مزيان حتى ينسجمو.
هنايا نسيت ما ذكرش لكم واحد الكيس ديال الخميره كيماويه ما يعادل 7 غرام، وغادي نحتاج حتى واحد شويه ديال الفرماج حمر مبشور باش غادي نعمر المملحات ديالي. صافي غزالتي، هنا كي تشوفوا معايا من بعد ما حركت المكونات ديالي مزيان مزيان حتى انسجموا ليا وما بقاوش لي دوك الكويرات كنحس بهم ديال الزبده والفرماج في يديا، غادي نضيف هذاك الكاس عنبه ديال الزيت وحتى هو غادي نبقى تنحرك حتى ينسجم ليا مع المكونات. من بعد ما غادي ينسجم ليا كيف تتشوفوا معايا في الفيديو، غادي نضيف الكاس عنبه ديال الحليب حتى هو شويه بشويه، غادي نضيفه هو ونضيف غنضيف تقريبا واحد نصف كاس ديال الحليب، وغادي نضيف عاوتاني واحد نصف كاس ديال الماء. بالنسبه للماء والحليب كيف قلت لكم راه غير من الماء غير من الروبيني، والحليب ما دافي ما والو، يعني ما يحتاجش يدفاو نهائيا. صافي كيف تتشوفوا ضفت هذا كاس عنبه ديال الماء وكاس عنبه ديال الحليب كاملين، ومع التحريك باش ما يبقاوش ليا كي قلت لكم دوك الكويرات او حبيبات ديال الزبده او الفرماج. كيف تتشوفوا معايا هنايا غادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه، ما نضيفوش الدقيق دفعه واحده باش ما يقصحش لنا العجين ديالنا، غير شويه بشويه حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا ديال العجين. هنايا كي تتشوفوا معايا من بعد ما جمعت العجينه ديالي مزيان، بقيت نضيف شويه بشويه الدقيق حتى جمعتها وحصلت على القوام اللي بغيت. زدت واحد شويه ديال الدقيق كي تتشوفوا باش العجينه ديالي نحس بها رطبه، ماشي نحس بها قاصحه اولا جاريه، خاصها تكون رطبه القوام ديالها. ومن بعد ما دخلت فيها هذاك الدقيق مزيان غادي نحاول نخدمها هكا غير بصباعي وبالكف ديال يديا، باش الا كان شي مكون ما انسجمش ليا مزيان غادي ينسجم. ضروري ما نديوها هكا ونجيبوها ونخدموها بالكف ديال يدينا، ماشي كندلكوها بزاف، مي كنحاولوا اننا نخدموها شويه باش نتاكدوا ان كل شيء انسجم ونحسوا بالعجينه ديالنا بدات كتجمع في يدينا، يعني راه العجين واجد. صافي غادي نغطيها بسلوفان او لا بلاستيك غذائي، وغادي نخليها غادي نديرها في واحد لوبول وغادي ندخلها للثلاجه واحد 10 ديال الدقائق تبرد ليا واحد شويه ولا 20 دقيقه. وهنا يا غزالاتي كيف تتشوفوا معايا من بعد ما ارتحت لي العجينه 20 دقيقه خرجتها، غادي نخدم بها. عندي هنايا شويه ديال الموطارد، شويه الهريسه، شويه الفرماج حمر مبشور، وعندي شويه ديال التحميره. صافي غزالاتي دابا غادي ناخذ العجين ديالي وغادي نقطعو على الاقسام على الاشكال اللي غادي ندير ان شاء الله. بالنسبه لي انا غادي ندير شكيلات اللي يكونوا شويه صغار وشكيلات اللي يكونوا شويه كبار. المهم غادي نوريكم شكيلات اللي غادي ندير بدون مراشم. وبالنسبه للعجين اللي ما غاديش تخدموا به حاولوا تغطيوه بالسلوفان عاد خدموا به. وغادي نحتاج حتى بياض بيضه، نسيت ما قلتوش لكم، باش غادي ندهن المملحات ديالي ونزينهم. هنايا كيف تتشوفوا درت على سطح العمل واحد رشيشه ديال الدقيق الابيض، ضروري ما نستعنوا بالدقيق باش ما يتلصقش لينا العجين ديالنا مع فيه الزبده. وغادي نبدا كنبسط العجين ديالي، نبسطو رقيق من الاحسن باش يجيونا المملحات ديالنا زوينين، راه مازال كيتنفخوا في الفران. صافي هنايا قطعت كيف تتشوفوا على شكل مربع، وغادي نحاول نبسط هكا يكون العجين كيف قلت لكم رقيق من الاحسن. دابا غادي نحاول ندهن بالموطارد، هنايا كيبقى لكم داكشي اختياري ولكن من الاحسن دهنوا هكا بالموطارد والهريسه، راه كيعطي واحد الذا زوينه. وغادي ندير واحد رشيشه ديال الزعتر، وغادي ندير واحد رشيشه ديال الفرماج مبشور. هنايا بديت بالمملحات اللي غادي ندير الشكل ديالهم يكون صغير شويه، وغادي نرولي كيف تتشوفوا بهذه الطريقه غادي نرولي العجين ديالي. صافي هنايا غادي ندير واحد الشكيل ديال الهرم كيف تتشوفوا معايا، غادي نحاول هكا نلوي العجين، وغادي نبدا نرقق هذاك الفوق والتحت نخليه القاعده نخليها عريضه. الشكل تيجي على هكا، تيجي رقيق من الفوق وغليظ من التحت،
وهنايا كيف تتشوفوا معايا بالنسبه للشكيل الثاني حتى هو غادي ندير نفس الطريقه، غادي ندهن بالمطرد وغادي ندهن بالهريسه كيف تتشوفوا، غير شويه شويه. الهريسه هنايا عندي انا ما حرش، واللي كيبغي الحار انا باقي غادي ندير مملحات اللي حارين غادي ندير فيهم سودانيه، اللي كيبغي الحار يدير سودانيه فيهم كاملين الا بغاهم كلهم حارين. صافي هنايا درت رشيشه البافور، رشيشه الزعتر، ورشيشه ديال الفرماج مبشور حمر. غادي هنايا نحاول نرولي من جوج جهات كيف تتشوفوا، الجهه الاولى والثانيه، ونلصقهم كيف تتشوفوا معايا. صافي وغادي نحطهم في واحد الصينيه ان شاء الله. كاع هادو اللي غادي نقاد غادي نديرهم في المجمد يشدوا في راسهم، ومن بعد باش يجيونا في التقطاع ساهل. بالنسبه للشكل الثالث اللي غادي نخدم معاكم، هنايا بسطت العجين ديالي على سمك اللي هو رقيق، غادي نقطع بهاد القطاعه. اللي ما متوفرش عنده ممكن يدير غير الجراره يقطع بها هكا على شكل طولي وعلى شكل العرض القياس اللي بغى. بالنسبه لهاد القطاعه الا متوفره حاولوا غير توركوا عليها مزيان مزيان، راه كتقطع لكم بسهوله وكتخرج لكم شكي اللي هو زوين، حتى في المنظر كيجي رائع. هنا هنايا كيف تتشوفوا عندي صينيه الفرن فرشه فيها طابيت سيليكون، غادي ندير فيها المملحات ديالي، غادي ندهنهم بياض البيض وغادي نرشهم بالبافو وببذور الشيا وبالزرارع. بالنسبه للزرارع حاولوا توركوا عليهم شويه بصبيعاتكم باش يبقاو ملتصقين معاكم في المملحات. هنايا انا راه دايره الفرن كيسخن على 200 درجه او 180 درجه غير لتحت، حتى يطيبوا لي يتحمروا لي المملحات ديالي من التحت، عاد نشعل عليهم الفوق باش يتحمروا، ما كياخدوش الوقت بزاف بزاف، غير سخنوا الفرن مزيان مزيان. وبالنسبه للشكل الرابع والاخير، غادي نحتاج غير الجراره او القطعه ديال البيتزا، من الاحسن الجراره كيجي الشكل ديالها زوين. غادي نقطع على شرائط على شكل طوال، وغادي نعاود نقطع على شكل مائل كيف تتشوفوا معايا. وهنايا من بعد ما جبت شكيلات ديالي من المجمد كيف تتشوفوا، ما كنعطلهمش بزاف غير واحد الخمسة حتى العشرة ديال الدقائق، دغيا دغيا كيجمدوا معانا. هنايا كيشدوا في راسهم كي تتشوفوا كيجي التقطاع ديالهم ساهل، غادي نقطعوهم على شكل ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، يكون متوسط. هذا الشكل الاول ديال الهرم اللي قطعت معاكم، والشكل الثاني هو هذا كيف تتشوفوا معايا. صافي غادي نديرهم في الصينيه ديال الفرن وغادي ندخلهم للفرن ديالي، ومره مره نبدا نحركهم بحال شكل قريشلات باش يتحمروا ليا، ونطيبهم من التحت عاد الفوق. بالنسبه لهادو هما شكيلات اللي قلت لكم درت شويه كبار، هادو درت فيهم الحار تقريبا كاملين. هنايا راه نفس الشكل تقريبا، هذا غير مرولي حتى هو بسترقيق وروليتو، ودرتو حتى هو بالمطارد والهريسه والفرماج والزعتر، ودرت السودانيه، وهذا حتى هو مرولي مجوج جهات كيف وريتكم في الشكيل الصغير، والاخر حتى هو شكيل ديال الهرم. صافي غزالاتي هادو هما الشكيلات اللي درت، وحدين كبار وحدين صغار. دابا غادي ندخل هادو حتى هما الفرن يطيبوا ليا، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. وكانوا غزالاتي هادو هما المملحات ديالنا او القريشلات مالحين، صراحه كيجي شكيلاتهم غزالين ما نعاودش لكم، والمذاق راه ما نعاودش لكم حتى هو. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وانا متاكده انهم غادي يعجبوكم 100%. صراحه كيجي شكيلات راقيين بالنسبه لهاد الشكيلات هما الصغيورين اللي درت، وهادو هما الكبار اللي وريتكم. هادو درتهم حارين كيف قلت لكم، وهادو هما شكيل ديال الهرم. صراحه كيجيو غزالين، وبالنسبه للتحمر كيبقى لكم نتوما كل واحد يطيبهم على الشكل اللي بغى. انا كيعجبوني هكا شويه محمرين وكيجي فيهم داك اللوين زوين. كنتمنى انه ينالوا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس الى عجبكم الفيديو.